أنا سعيد جدا إنه جايزة قادمة من مهرجان العراق، لأن إحنا نعلم جميعا يعني العراق وهي بلد الحضارة العظيمة والثقافة والشعر والأدب والفنون بتمر بمرحلة صعبة للغاية، يعني سياسيا وأمنيا وفي كل الظروف. فلما تتمسك بإنها بتعمل مهرجان السينما وإنها تحتفي بالأفلام وبالفن ويبقى في فنانون عراقيون يعني على هذه الدرجة من التمسك بالوجدان والدور الحضاري للعراق في مواجهة الظلامية والإرهاب والفتن، فده شيء رائع وجميل للغاية. وكمان إنه المهرجان ده نفسه مهرجان كان عطل نتيجة هذه الدورة تحديدا، عطلت نتيجة كورونا وتتأجل سنتين، فيصروا على انهم يعملوا المهرجان وانه الدوره تعود مره اخرى وتتعقد وان المهرجان يبدا، كانه انتصار للانسانيه ضد الوباء وانتصار للفن ضد الانقطاع.